بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن أبد الآباد كلها أمين. أحبائي، الكنيسة أحبائي في قراءتها قسمت السنة إلى أجزاء. الجزء الأول اللي احنا فيه شهر توت وبابا اللي احنا فيه وهطور وكيهك. الجزء ده نحط له عنوان محبة الله الآب لنا، وبينتهي بشهر كيهك اللي هو يرسل الله الآب ابنه الوحيد ليتجسد. أحد شهر كيهك الأربعة الهدف منها بتجاوب على سؤال: لماذا تجسد السيد المسيح؟ أو لماذا أرسل الله الآب ابنه الوحيد ليتجسد؟ بنصلي في صلاة الصلح أبونا بيصلي ويقول: يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد. رب المجد يسوع المسيح تجسد لكي يهزم الموت الذي دخل إلى هذا العالم، تجسد لكي يهزم عمل الشيطان الموجود في هذا العالم. في الأحد الأول شفنا القراءات بتاع المفلوج. الشيطان دخل المرض إلى العالم وكان الراجل يابس خالص، ويأتي رب المجد يسوع ليشفي هذا المرض. في الحد الثاني نجد هزيمة أخرى للشيطان بعد ما يبسنا في الأحد الأول، يجعلنا نقع في اليأس لما قالوا له التلاميذ: تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. ده يأس، حالة يأس. رب المجد يسوع بكلمة واحدة أخرج اليأس من نفوس تلاميذه وقالوا له: إيه، على كلمتك نلقي الشبكة. وجاءوا بغنم وصيد كثير. الأحد الثالث يا أحبائي كان بيتكلم عن المجنون الأعمى الآخر. الشيطان بعد ما يبس البشرية بالمرض ووقعها في اليأس وصلت إلى حالة الجنون والعمي والخرس اللي هو حالة هذا الإنسان، ولكن رب المجد يسوع هزم الشيطان مرة أخرى وأخرجه. طيب، البشرية اللي وقعت فيه مرض التيبس، وقعت فيه ضعف اليأس، ووصلت بحالها إلى الجنون والعمى والخرس، يبقى الحل إيه؟ موت. هو الحد النهاردة، الحد الرابع اللي هو ابن أرملة نايين. وأيضا رب المجد يسوع يقيم هذا الابن من موته لينتصر مرة أخرى على الشيطان. أحبائي، رب المجد يسوع الهدف من مجيئه ليس إقامة الموت فقط، بل أيضا الوصول إلى حالة روحانية عالية يقيمنا من موت الخطية ليحيينا حياة أبدية. ده الهدف الأساسي، يقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية. لما ننظر إلى إقامة ابن أرملة نايين، هو عودة نايين. نايين دي البلد تعني في معناها الرمزي إنها جميلة، ونايين الحقيقية هي فردوس النعيم. يقيمنا رب المجد يسوع من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية. والحياة الأبدية ليست بدايتها في السماء، لكن بدايتها على الأرض يا أحبائي، داخل الكنيسة لما نتناول من جسد الرب ودمه، نستطعم الأبدية. يعطينا رب المجد يسوع أن نتذوق الأبدية السعيدة. تأمل سريع يا أحبائي في إنجيل اليوم اللي هو لوقا الإصحاح السابع، إقامة ابن أرملة نايين. الأرملة دي أحبائي تساوي أو ترمز إلى البشرية بوجه عام، التي ترملت بأنها فقدت الزوج الحقيقي اللي هو رب المجد. مش احنا بنقول في سفر نشيد الأنشاد ان النفس البشرية هي عروس رب المجد
ورب المجد هو إيه؟ العريس السماوي. هذه الأرملة ترملت بسبب فقدها للإله الحق. الشاب الميت ده أحبائي يشير إلى كل نفس أفقدته الخطية حياته مع رب المجد فصار ميتا. عندنا في إيماننا بنقول الإنسان له ميلادان، بيتولد من الجسد وبعدين يتولد من المعمودية، وله موتان، موت الجسد وقبل موت الخطية. فعشان كده ربنا بيهتم أنه يقيمنا من موت الخطية ليحيينا حياة أبدية. يبقى الشاب اللي مات يشير إلى النفس البشرية اللي فقدت حياتها بسبب الخطية فصارت ميتة، لأن الموت بعيد عن رب المجد يسوع. والآية الواضحة والصريحة أحبائي هنا اللي بيقولها القديس في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس بيقول كده: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا من جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. اللي ما يتناولش ميت واللي يتناول حي مع رب المجد يسوع المسيح. نيجي بقى يا أحبائي للناس اللي هم الحاملون النعش، ده اللي هم جسد هذا الشاب. الشاب ده ميت، نفسه متشالة جوه الجسد. الجسد ده هو يرمز إلى الشباب الذين يحملون النعش، خرجوا بالنعش وخرجوا بالنفس دي إلى الخارج، إن ليس له موضع في بيت الرب اللي هو الفردوس أو الملكوت. الإنسان اللي مات موت الخطية ملوش موضع مع ربنا. فالجسد ده يمثل أو يرمز إلى الناس اللي شايلين النعش، خرجوا بيه إيه برة، إن ملوش مكان عند رب المجد يسوع، لأن لم يعد للنفس موضع في بيت الرب. قديس أمبروسيوس يا أحبائي بتأمل في هذا الجزء من الإنجيل بيقول: نؤمن أن الأحشاء الإلهية تحركت حينما رأت دموع هذه الأرملة التي تعبت بالألم الكثير لموت ابنها الوحيد وهي أرملة، والجموع شاركت هذه الأرملة في ألامها وفي حزنها، ولكن هذه الشركة من الجموع لم تسد الفراغ اللي تركوا إيه؟ موت الابن وحرمها من كونها أما، لكنها ببكائها نالت قيامة ابنها الوحيد اللي هو إيه؟ الشاب اللي كان ميت. يبقى إذن النفس البشرية اللي هي تمثل الأرملة دي محتاجة تبكي على خطاياها لكي ما يقبل الرب هذه الدموع ويأتي ويتجسد لنا، يقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية. النعش ده أحبائي عبارة عن خشب، والخشب ده يرمز إلى خشبة الصليب اللي رب المجد يسوع المسيح اتصلب عليها عشان يحملنا من موت الخطية ليحيينا حياة أبدية. ارتفع على الصليب، بنصلي في القداس ونقول: صعد على الصليب عريانا ليكسونا بثوب بري. لما كلنا عايشين في الهاوية بسبب الخطية، جاء رب المجد يسوع بخشبة الصليب وانتصر على الهاوية وانتصر على الموت. بنصلي في أسبوع الألام ونقول: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ فاكرين الآية الحلوة اللي قالها لنا معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس الأصحاح الأول الآية 18: كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. هنا نحط إيه؟ خشبة الصليب هي قوة الله، الصليب هو قوة الله. فرب المجد يسوع بقوته وبصليبه المحيي أقامنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية. قديس كيرلس الكبير من المعلمين العظماء في كنيستنا القبطية وفي كل كنائس العالم يتساءل عن لماذا لمس رب المجد يسوع النعش. ده رب المجد يسوع قادر بكلمة يقوم إيه؟ الميت. وبيجاوب القديس كيرلس يقول: كان ذلك يا أحبائي لتعلموا أن لجسد المسيح تأثير على خلاص الإنسان.
لمس النعش معناه ان جسد المسيح اللي احنا بنتناوله على المذبح ده لخلاصنا. عشان كده ابونا هو بيناولنا بيقول ايه؟ جسد رب المجد يسوع المسيح، غفران للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. وانت بتتناول تسمع من فم أبونا ده ان الجسد ده غفران لخطايانا وحياة أبدية لمن يتناول منه. إذن قديس كورولوس بيقول جسد رب المجد يسوع له تأثير على خلاص الإنسان، لأن جسد رب المجد يسوع المسيح هو جسم الحياة المتسربل بالقوة والسلطان. دي جملة اللي بيقولها قديس كورولوس الكبير. وكما أن الحديد إذا ما لمس النار بدت فيه مظاهر النار وقام بوظائف النار، كذلك جسد الكلمة المسيح تجلت فيه الحياة وكان له السلطان على محو الموت والفساد، طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، حياة أبدية لمن يتناول منه. هكذا أحبائي أظهر رب المجد يسوع المسيح ما كان لجسده من قوة وقدرة عظيمة على إعطاء الحياة خلال الاتحاد الذي للاهوته بناسوته اتحادا أبديا. بهذا رفع من شأن الجسد الذي كان موضع عداوة الإنسان والإزدراء به، وبارك طبيعتنا فيه. لما نزل رب المجد يسوع وتجسد بارك طبيعتنا. بنصلي في التسبيح وفي التسبيح ونقول هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. أخذ الذي لنا اللي هو إيه؟ جسد. بس شابهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحده. أعطانا الذي له، أعطانا إيه؟ حياة أبدية، خلاص لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. أقامنا من موت الخطية ليرفعنا للسماء ويحيينا حياة أبدية. هذا المنظر يا أحبائي ده صورة حية لكنيستنا الواعية التي فهم، التي لا تتوقف عن البكاء متضرعة إلى رب المجد يسوع ليرد لها وحيدها ينطق بكلمة الحياة، إذ قيل فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه. كل كلمة في الإنجيل لها معاني عظيمة يا أحباء. رب المجد يسوع خد الميت وإيه؟ قال له روح لوالدتك. النفس البشرية محتاجة الأرملة اللي تيتمت عشان الأرملة اللي تيتمت تعيش ببركة إيه؟ وجود ابنها معها. عشان كده أبونا بيصلي في الإسمة ويقول إيه؟ يا حمل الله الذي بأوجاعك حملت خطايا العالم بتحننك امحو أساما، ويا وحيد يا مسيح الله الذي بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع بقوتك، بقوتك اللي هو قوة الله اللي هو الصليب، أقم موت نفوسنا. ده بنصليها في الإسمة، والإسمة دي برضو أحبائي خاصة بالقديس كيرلس الكبير. من يعطي الأرض كل حياته تعطيه الأرض قبرا، من يعطي السماء حياته تعطيه السماء مجدا. وده قول من أقوال ماري فرام السورياني على هذه الإسمة المباركة. ربنا يعطينا أن نكون مباركين فاهمين كلماته المقدسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن أبدا.